صلى الله عليه وسلم هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تبسم حين تشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا تكبرات نجاح ميديا تكتاتي وشن دمنا الله تشولين هلاتشن بي الله تشوبتي الله سبحانه وتعالى رحمة ازنتن ديوم تبقى بنان تلاو ان شاء الله بالفصة من تطوش هلاتشن مدمناكو افرنسا يمنجس يجمرون زمشا اهون ما تناكو يكتلان ميكينيو بودنا بيهاتش محمد صلى الله عليه وسلم لتسهل قوال الفوم ኢስላም ላይ በደል ያደረሱ ይገኛል ፈረንሳ ውስጥ የሚገኙ ሙስሊሞች የተበደሉ ነው መስጊዶቻቸው የተዘጋባቸው ነው እንዲሁም ብዙ ህፃናቶች ብዙ ሙስሊም ህፃናቶች እስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ ይህን ተከትሎ እስካሁን ድረስ የፈረንሳ መንግስት በአደባባይ ወጥቶ ለዓለም ይቅርታ አልጠየቀም የተሳደበው ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የተሳለቀው በኢስላም ላይ ነው ሆኖም ግን ምንም ነገር ልቡ አልደነገጠም ይህ ሁሉ ጫጫታ የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ አላስደነገጠውም ስለዚህም በአረብ ዓለም ላይ የሚገኙ በአፍሪካው ዓለም ላይ የሚገኙ እንዲሁም በአጠቃላይ በዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች ያልሆኑ አካላቶች አዲስ ዘመቻ ጀምሯል ማለት ነው። በተለኛ ሙስሊሞችን የሚመለከት ጉዳይ ነው። ይህም ዘመቻ ኡመተን ዋሂዳ አንድ ይሆን ህዝቦች ነን የሚል ዘመቻ ተጀምሯል። በዚህ ዘመቻ ላይ ኢንሻአላህ እኛም ኢትዮጵያኖች እንቀላቀላለን። ለዛሬው አንድ ቪዲዮ ጋብዛችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ በዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች በአፍሪካም በአውሮፓም በአረብ ዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች የጀመሩትን ዘመቻ በተለያዩ ቋንቋዎች አረብኛን ጨምሮ የፈረንሳይ ምርት ከዚህ በኋላ አንጠቀምም ይያሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ኢንሻአላህ። ቪዲዮውን አሁን ጋብዛችኋለሁ አብረን እንመለከታለን። እኛም ኢትዮጵያ ውስጥ የምንገኙ ሙስሊሞች ከቀናቶች በኋላ ኢንሻአላህ ሰብሰብ ባርገን እንደዚሁ አንድ ቪዲዮ ሰርተን ለዓለም ምንለቅ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ኢንሻአላህ የፈረንሳይ ምርት ላለመጠቀም ሁላችንም ቃል ልንገባ ይገባል። ነብያችን የተሰደቡበት ነገር ኢስላም የተሰደቡበት ሀገር የምታመርተው ምርት ላለመጠቀም መሞከር ይኖርብናል ማለት ነው። ይህን በማድረጋችን አንደኛ ዲናችንን አስከብራለን። ለነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለን ፍቅር በተግባር እናሳያለን ማለት ነው። እሳቸው የተሰደቡበትን ምርት መጠቀም ራሱ ተገቢ አይደለም። ሐቂቃ ልባችንን ኢማናችንን የሚፈታተን ጉዳይ ነው። ነገር ግን እኛ ሙስሊሞች ይህን በተግባር ማሳየት አለብን የሚል መልእክት አለ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ብዙ ወሬ እንዳላበዛባችሁ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ጋብዛችኋለሁ። ቢስሚላህ هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم أنا مستمر في مقاطعة فرنسا والمنتجات الفرنسية مقاطع بإذن الله لجميع البضائع الفرنسية نصرة لنبي الله عليه الصلاة والسلام مستمرون في مقاطعة المنتجات الفرنسية قاطعوا من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعوا من نال من دينكم قاطعوا فرنسا التي تضيق على المسلمين وتعادي أولياء الله الصالحين قاطعوا فرنسا التي تطاولت على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقاطع المنتجات الفرنسية دائما وأبدا إلى يوم أن ألقى الله عز وجل أنا مقاطع المنتجات الفرنسية نصرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولجميع المسلمين في جميع بقاع العالم ومستمر في المقاطعة ولن أتخاذل أبدا المقاطعة مستمرة وستستمر سواء أثرت أم لم تؤثر اعتذرت فرنسا أم لم تعتذر الصحابة والمسلمون القدماء كانوا ينصرون النبي بدفع أموالهم ولكن انصر بأن تمسك أموالك وهذا أمر سهل لا تجعل أموالك يذهبون إلى جيوب من هم يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم لتكن لك غيرة نصر مستمر إن شاء الله في مقاطعة المنتجات الفرنسية ينبغي أن تكون لنا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غني عنا والأمر كما قال الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله لن نتنازل أبدا عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقل ما نفعله هو المقاطعة لن نموت إذا توقفنا عن أكل أجبان بريزدون أو لفاش كري أو كيري أو زبادي دانون ولن تتعطل السيارات إذا وضعنا فيها بنزين غير بنزين توتال ولن نتضرر إذا اشترينا من أي متجر غير كارفور ولن تصير رائحتنا كريهة إذا استعملنا عطوراً غير الفرنسية أمامك فرصة سانحة وسهلة جداً للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لإظهار حبك له فقط عن طريق المقاطعة قاطع المنتجات الفرنسية وادعو غيرك للمقاطعة أنصح نفسي وإخواني جميعاً أن نقاطع المنتجات الفرنسية
وأنا بتاجر صاحب دكان، فجميع المنتوجات الفرنسية قاطعتها ولم نجيبها إلى دكاني أبدا وإن طالبها البعض. مقاطع للمنتجات الفرنسية بسبب تطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم واستمرار عدوانهم على دول شمال إفريقيا باحتلال عسكري وفكري واقتصادي. وأدعو المسلمين استمروا في مقاطعة المنتجات الفرنسية. أنا مستمرة في مقاطعة المنتجات الفرنسية بإذن الله، وذلك للأسباب التالية: قيام فرنسا بالسخرية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسومات المسيئة وغيرها، بالإضافة لقيامها باستضعاف المسلمين في فرنسا وإغلاق مساجد المسلمين. مستمر بإذن الله، وأدعو كل المسلمين للاستمرار في مقاطعة المنتجات الفرنسية. مقاطعة فرنسا أمر واجب بسبب تعرضهم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أغلى عندنا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا ووالدينا وكل شيء في هذه الدنيا. أشارك في حملة المقاطعة ضد المنتجات الفرنسية لأنهم أساءوا إلى نبينا الكريم، ولن نوقف هذه المقاطعة حتى يعتذروا بشكل رسمي ويوقفوا سن القوانين ضد المسلمين، بل ويسن قوانين تجرم الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا مقاطع لفرنسا لأنها تسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط على المسلمين في فرنسا، وسأستمر في المقاطعة حتى تتوقف فرنسا عن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحترم المسلمين في فرنسا وفي كل أنحاء العالم. مقاطع ومستمر في مقاطعة المنتجات الفرنسية، نكاية في ماكرون ونكاية في أعداء الإسلام، ونصرة للقائد الأعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مقاطع منتجات فرنسا من بداية المقاطعة بسبب الإساءة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وزاد إصراري أكثر بسبب إغلاق بعض الجوامع وإغلاق الجمعيات الخيرية الإسلامية والإساءة لبعض المسلمين واعتقال بعض المصلين من بعض المساجد. مقاطع المنتجات الفرنسية نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرنسا أساءت إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لهذا سأقاطع المنتجات الفرنسية. نبينا عليه الصلاة والسلام خط أحمر، ولن نتهاون أبدا مع من يسيء إليه، والمقاطعة مستمرة بإذن الله. مستمر في مقاطعة المنتجات الفرنسية لاعتداء فرنسا على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مستمر في مقاطعة المنتجات الفرنسية لتضييق فرنسا على المسلمين وغلق مساجدهم ومراكزهم وجمعياتهم الدعوية. مستمر في مقاطعة المنتجات الفرنسية لعدم وجود تشريع يجرم الاعتداء والتطاول على المقدسات، مثلما يوجد قانون يجرم التعرض لليهود والتشكيك في المحرقة النازية. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقاطعة منتجات هذه الدولة المجرمة فرنسا مستمرة بإذن الله. أقاطع البضاعة الفرنسية وأدعو جميع المسلمين إلى مقاطعتها، فإن الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو إهانة لنا جميعا، وإن التضييق على أهلنا في فرنسا هو تضييق علينا جميعا، فقاطعوا جزاكم الله خيرا. فرنسا تهين وتسيء لخير البشرية صلى الله عليه وسلم، وتستفز المسلمين داخل وخارج فرنسا، وهذا دافع كافي للاستمرار في المقاطعة حتى يخرج ذلك المسيء للاعتذار الصريح مع قانون احترام الإسلام ولمنع الإساءة للمقدسات الإسلامية. لن نرضى ولن نسمح أبدا بإهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء إعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. وفي لفظ قال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا البشارة، قال: أنت مع من أحببت. أولسنا ممن أحب الله تعالى ورسوله؟ أولسنا ممن يتمنى أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم تكن النصر الآن فمتى؟ يا دنيا صيحي واشهدي، أننا بغير محمد لا نقتدي. نبينا صلى الله عليه وسلم خط أحمر، خط أحمر. قاطع فرنسا المجرمة التي سلبت أموال المسلمين وانتهكت أعراضهم، والتي خاضت في أشرف ما عند المسلمين، خاضت في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله نفديه بأولادنا ودمائنا وأرواحنا وبكل ما نملك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن رسول هذه الأمة وقائدها هو من علمها الأمل، وإن هذا الأمل ليخرجن من رحم الألم، فإن هذه الأمة قد تمرض ولكن لا تموت،
والجواب ما ترون لا ما تسمعون، مستمرون في مقاطعة المنتجات الفرنسية إلى ما شاء الله وإلا رسول الله. قاطعوا منتجات من يستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم. مستمرين بإذن الله في مقاطعة فرنسا، ولن نتوقف حتى تتوقف فرنسا عن الاعتداء على ديننا وعلى إخواننا المسلمين في فرنسا، وهذا أقل ما نقدمه لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنصرة إخواننا المسلمين في فرنسا. أنا سوف أقاطع المنتجات الفرنسية مع أنني أعيش في فرنسا، وذلك نصرة لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن مستمرون في المقاطعة إلى أن تعتذر فرنسا وتسن قوانين تجرم الإساءة للنبي الكريم وجميع مقدسات الإسلامية، وأن تفتح المساجد وأن ينهى الحصار على المسلمين هنالك. لذلك نحن مستمرون في المقاطعة إن شاء الله. رسول الله، بأبي أنت وأمي، حياتنا سننذرها لنصرة دينك وتحبيبه إلى خلق الله حتى نلقاك على الحوض بإذن الله. أقاطع المنتجات الفرنسية، وذلك نصرة لنبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا، فلذلك هو أهم من كل منتجات فرنسا ومن فرنسا. مستمرين في المقاطعة إن شاء الله نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. هو أفضل البرية، خير من وطأت قدمه الثرى، جواد بالخير، رحمة العالمين، منقذ الورى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا أقل ما يمكن نفعله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مستمرون في المقاطعة إن شاء الله، لأن هذه أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى الحب مجرد دعوة حتى تقوم له الشواهد، ومن شواهده إظهار الغيرة عند النيل من عرض المحبوب، وكذلك حال دعوة حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أخوكم حكيم من باريس عاصمة فرنسا كما ترون. أريد فقط أن أقول شكرا لكم لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبر هذه المقاطعة، وأيضا شكرا لكم لدعمكم لنا المسلمون في فرنسا. أنا أقاطع فرنسا حتى تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسميا كما أساءت له رسميا، وأقاطع فرنسا حتى ترفع يدها عن المسلمين وحتى تخرج أطفال المسلمين من السجون، ففرنسا تعتقل أطفال المسلمين. بطلب من أهلي وأصدقائي المشاركة في المقاطعة حتى يتم الاعتذار للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويتم تحقيق الأهداف كلها. نصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قاطعوا فرنسا ومنتجاتها. أنا أعلن تضامني مع حملة المقاطعة، وكمان لازم نوقف مع إخواننا المسلمين في فرنسا الذين يضطهدون، ونرى المساجد تغلق ولا نفعل ولا شيء، على القليل يعني نوصل صوت نتكلم. مستمر في مقاطعة المنتجات الفرنسية حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات والإساءات مرة أخرى. بإذن الله مستمر وجميع إخواني في المقاطعة حتى تعتذر فرنسا بلسان رئيسها الماكر عن إساءته لنبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، وحتى إقرار قانون عملي يطبق في فرنسا يجرم الإساءة للإسلام ولنبي الله صلى الله عليه وسلم، وحتى وقف التضييق على المسلمين في فرنسا، وحتى إعادة فتح جميع المساجد والمراكز الإسلامية التي أغلقت. مقاطعون لمنتجات الفرنسية وللأبد، حبا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قاطع، فالمحبة أفعال لا أقوال يا صديقي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. انصروا نبيكم صلى الله عليه وسلم وقاطعوا المنتجات الفرنسية. هو يا كل الناس حياة، يبني يعطي يعطف يرحم، ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هو في قلب الرجل الأعظم، وبه ثغر الكون تبسم، حين تشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حتى أحيا في إيمانه
وسلم في قلبي لك فاض حنين وبروحي شوق يتضرم يا رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ነው በዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች የፈረንሳይ ምርት አንጠቀምም ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰደዱበት የፈረንሳይ ምርት እስላም የተሰደደበት የፈረንሳይ ምርት በፈረንሳይ ውስጥ የሚገኙ ሙስሊሞች የተሰቃዩ የፈረንሳይ ምርት በፍጹም አንጠቀምም እኛም ይሄ ዘመቻ እንቀላቀላለን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሙስሊሞች በነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የመጣ በቀይ መስመር ላይ ነው ድንበር የተላለፈ የሚገኘው እኛም ደግሞ ዝም አንለው ማለት ነው አሁንም ቢሆን ጉዳዩ አልተረሳም እናልባት በአሜሪካው ምርጫ መካኝነት ብዙዎች ትኩረታቸው ወደዛ ሂዶ ነበር አሁን ላይ ግን በነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የመጣ ምንም ቢሆን ማንንም ቢሆን አንመልሰውም ጀዛውን ሰጠዋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ይህ ለነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምንሰጠው ከምናበረከተው ነገር በጣም ጥቂቱና በጣም ትንሹ ነው ከዚህም በበለጠ በህይወቶቻችን በልጆቻችን በአባቶቻችን በእናቶቻችን በገንዘቦቻችን በምንችለው ነገር ሁሉ ፊዳ እንደምንሆንላቸው ሌሎች እስላም ጠሎች እንዲሁም ደግሞ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የማይወዳቸው አካላቶች እንዲያቁልን እንፈልጋለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ ኢንሻአላህ። ለሌሎች ደግሞ እንዲሰራጭ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ኢንሻአላህ እንድታጋሩት በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ፕሮግራሙን እያቀረብኩላችሁ ነው ወንድማችሁ ጀነር መሐመድ ነኝ። ሚዲያው ደግሞ ነጃህ ሚዲያ ይሰኛል። ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።